مطابق الشرع في الأمور الشرعية فحق، وإلا فهي باطلة. فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إيش؟ إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع، والعقيدة قد تخالف الواقع، ولهذا قد تعتقد أن فلانا تاجر وليس بتاجر، أو عالم وليس بعالم، تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، لكن تعلم أنه حرام معنى أنه حرام. إذا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة تقول حرام لأنها صريحة. فالعقيدة إذن هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق إيش فصحيح، وإن خالف ففاسد. استقامة الأعمال القويمة، الأعمال القويمة تشمل العبادات لأنها أعمال قويمة، كما قال تعالى دين قيمة، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك، والآداب العالية ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالا تخل بالمروءة. فترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريق، والبيضاء ضد السوداء وغيرها من الألوان، فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. خيرة الخلق طبعا بعد الأنبياء، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والأصناف الثلاثة بعد النبيين كلها موجودة في الصحابة، ففيهم الصديق، وفيهم الشهيد، وفيهم الصالح، فهم خيرة هذه الأمة. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنة وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وفرقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضره من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا كما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فما هو أمر الله؟ أمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق. فالمراد إذن بأمر الله الأمر الكوني الذي فيه فناء الصالحين. ونحن ولله الحمد على أثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. هذا خبر عن عقيدة المؤلف، وليس من باب التمدح، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فيقول نحن على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة. وقول المؤيدة بالكتاب والسنة هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة، وهذا من حيث الجملة، وإن كان بعضهم قد يخطي فلا يصيب السنة، لكن من حيث الجملة هم مصيبون لأنهم على الكتاب والسنة. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. إنما قال المؤلف ذلك لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، فهو يقول من باب التحدث بنعمة الله، وكذلك بيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن.
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة إلى آخر، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. قول على سبيل الاختصار، يقول العلماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه، لأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إطناب واختصار واقتصار. الإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى، والاقتصار أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون ألفاظا قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة. يقول فالعقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أركان الإيمان الستة. وعلى هذا فيكون هذا الكتاب متضمنا لذلك: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم شرع المؤلف ببيان ذلك على التفصيل، فقال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وسائلا الله، أي سائل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا مجمل مجمل العقيدة. ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وبنى كتابه على ذلك. هذه عقيدة مجملة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ودليل هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أخبرني على الإسلام، فأخبره. ثم قال: أخبرني على الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله، يعني هذا التفصيل إذا قيل كيف الإيمان بالله، نؤمن أولا بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هذه الربوبية تتضمن ثلاثة أشياء: أولا الخلق، فالله تعالى خالق كل شيء. ثانيا الملك، فالله تعالى مالك كل شيء. ثالثا التدبير، فالتدبير كله لله. هذه هي الربوبية. أعيدها مرة ثانية: الخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق واضح، والأمر هو التدبير، ودليل الملك قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فهذه الأمور الثلاثة هي معنى الربوبية. فإن قال قائل: أليس الإنسان يوصف بالربوبية؟ فيقال: رب الدابة ورب البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: دعها، قصدي في الضالة، قال: دعها فإن معها سقاها وحذاها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وقال في الحديث: أن تلد الأمة ربها، كما في بعض ألفاظ البخاري. فالجواب أن نقول: الربوبية المضافة إلى المخلوق ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق. وهذا كما أن الإنسان له سمع والله له سمع، ولكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق، كذلك الربوبية. الملك، لو قال قائل: أليس قد أثبت الله ملك للمخلوقات؟ الجواب: بلى، كما قال الله تبارك وتعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت إيمانه. ولكن يقال الفرق عظيم: ملك الله سبحانه وتعالى تام شامل،
تام شامل يعني يفعل في ملكه ما شاء، شامل لكل شيء سوى الله. ملك الآدمي قاصر مقيد فلا يملك كل شيء. ثم ملك للشيء ليس ملكا مطلقا يفعل ما شاء، بل هو مقيد بالشرع، ولهذا نهي عن إضاعة المال، ونهي عن إفساده، ونهي عن بعض التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان لكنه لا يستطيع، ممنوع منها. والثالث التدبير. أليس للإنسان تدبير؟ بلى يدبر، لكن هل هو مثل تدبير الله؟ أبدا. الله تعالى يدبر الأمر في كل شيء، وأما الإنسان فتدبيره خاص بنفسه أو بملكه الذي يملكه. طيب، إذن نؤمن بربوبية الله تعالى، أي أنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. طيب، الدليل على أنه المالك، ولله ملك السماوات والأرض، على أنه منفرد بالخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر. ونؤمن بألوهيته، أي أنه لا إله، أي أنه الإله الحق، وكل معبود سواه باطل، وهذا توحيد الألوهية. والإله بمعنى المألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغة العربية، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فإله بمعنى مألوه. فما معنى المألوه؟ معناه المعبود تذللا ومحبة، هذا هو المألوه، المعبود تذللا ومحبة. قد يعبد الإنسان الشيء لكن لا، ليس تذللا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، لكنه ليس تذللا وتعبد الله تعالى وتعبد له ومحبة، لكن تعلق قلبه به جعله كالعابد له. طيب، قلنا الإله بمعنى إيش؟ وهو المعبود تذللا له ومحبة. كل معبود سواه فإنه باطل، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما يعبد من دون الله فإنه إله، لكنه إله باطل، مجرد تسمية، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. والدليل على أنها آلهة أن الله سماها آلهة، فقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لكنها ألوهية باطلة، مجرد اسم، ولهذا قال: وما سواه باطل. فما هو الدليل على هذه الجملة؟ الدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نؤمن كذلك بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فنؤمن بذلك. نؤمن بالصفات العليا لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، والمثل بمعنى الوصف. والدليل على أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر، مثلها أي وصفها. إذن نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والدليل ما ذكرنا لكم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أما الصفات العليا فلقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والأعلى كما تعلمون اسم تفضيل، فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ قلنا: الفرق بينهما أن الأسماء تسمى الله بها
وأما الصفات فوصف الله بها نفسه. والصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا نصف الله بأنه صانع، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن هل نسميه بأنه الصانع؟ لا. كذلك أيضا نصف الله تعالى بأنه يستهزئ بالمنافقين، لكن هل نسميه المستهزئ؟ لا. كذلك نصف الله بأنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه، ولا نسميه الماكر. فالصفة أعم من الاسم، إذ كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. إلى آخر إن شاء الله. انتهى الدرس. لا، نقول العليم ونقول عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، لكن نخبر عنه بأنه عالم، لكن لا نسميه بهذا. نعم، القسم بصفة الله يجوز. وقد جاء ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. وكذلك أيضا: والذي نفسي بيده، وما أشبه ذلك. فيجوز أن تقول: وعزة الله وقدرة الله. والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا قسم، بدليل أن جوابه قرن باللام ونون التوكيد. فيجوز أن تقسم بكل صفة من صفات الله، لكن بكل صفة معنوية. فلا يجوز أن تقول: ويد الله. أما وجه الله فإنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح أن تقسم بوجه الله، فتقول: أقسم بوجه الله لأفعلن كذا، لكن لا تقول: أقسم بيد الله. أما الصفات المعنوية فلا بأس، أقسم بعلم الله وأقسم بحياة الله، هذا يجوز. نعم، نعم، هو أصل الصفة ما قام بالموصوف، والإخبار ما أخبر به عن الشيء، والخبر قال العلماء إنه أوسع من الاسم. الخبر أوسع من الاسم، إذ يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله، ولكن لا تسميه به. هنا أما يا منان فثابت، وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان. يرد عليه وقال: لا تقول يا حنان، قل يا منان يا بديع السماوات والأرض. نعم، لا، أو ليس مشتق من الصفة. العليم مشتق من العلم، ولهذا القول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر، والفعل مشتق منه، واسم الفاعل مشتق منه، واسم المفعول مشتق منه. نعم، نعم، الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه لا يحتاج إلى تقدير. يعني كذا قلت لا معبود بحق، فالجار المجرور خبر متعلق بمحذوف، الجار المجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا معبود كائن بحق. أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا نحتاج إلى لا تقدير. لكن لو قلت لا معبود موجود يصح؟ نعم، لماذا؟ لا
لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل، وهذا منكر عظيم. انتهى الوقت. أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أننا نؤمن بربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وبينا معنى الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن أكملها، والعلي أيضا كذلك أن الذي بلغت الوصف الأعلى، واستدللنا لذلك. طيب، يتفرع على هذا الذي قلنا أنه لا يوجد، نبدأ باسم الدرس، نبدأ الدرس من الآن. يتفرع على أن الأسماء التي أثبتها الله نفسه كلها حسنى أنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صفة أبدا. لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا. مثال الجامد مثل أسد، أسد ما اسم جامد. كذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالد، خالد هل صحيح أن هذا الاسم متضمن للصفة؟ لماذا؟ لأن الله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ربما نسمي شخصا عبد الله وهو من أفجر عباد الله فليس عبد الله، ربما نسمي شخصا محمد وهو مذمم ليس عنده خصلة حميدة، لكن أسماء الله متضمنة إيش؟ للمعنى. ولهذا قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، إن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات، وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى. أفهمتم الآن؟ نعم. نقول إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار أن هذا الاسم دال، أن هذا الاسم دال على الله يكون علما، وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفة. طيب، هل يدخل في ذلك اسم الله؟ نعم يدخل في هذا، بل هو أولى ما يدخل وأول ما يدخل، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الله ليس بمشتق بل هو مجرد علم، فنقول سبحان الله، إن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، كيف تقول أنه مجرد علم؟ وهذا أولى ما يكون وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى. فمن أين، فما هو المعنى المشتق الذي يدل عليه الله؟ الألوهية، الألوهية، وهذا كافي. أما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا. كل صفة الله منزهة عن الذم، عن الذم والقدح، كلها حسنى. نعم كلها عليا. وبينا الدليل أمس بأنه بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. طيب، فإذا قال قائل: هل يوصف الله بأنه متكلم؟ هل يوصف بأنه متكلم؟ نعم يوصف، لكن لا يسمى بأنه متكلم. لماذا؟
لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر أو بما ليس خيرا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، لذلك لم يأتي اسما من أسماء الله. طيب، مريد يوصف الله به، نعم يوصف الله به، لأن الله تعالى قال فعال لما يريد، لكن هل يسمى الله به؟ لا. لماذا؟ لأن الإرادة تكون إرادة خيرا وتكون غير خير، شرا أو لا خير ولا شر، والله سبحانه وتعالى منزه عن إرادة الله خير فيها، كل ما أراد كل مراد الله، بل كل إرادة الله خير، كل إرادة الله خير. وأما مراده، انتبه، الإرادة كلها خير والمراد فيه خير وشر، صح؟ الإرادة خير والمراد فيه خير وشر، فمثلا كل مخلوق فهو بإرادة الله، وهل كل المخلوقات خير؟ عجيب يا جماعة، لا، في المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهه، لكن إرادة الله لها لا شك أنها خير، أن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة. طيب، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وربما يأتينا إن شاء الله قواعد في هذا الأمر مهمة إن شاء الله نتكلم عليه. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، في ذلك المشار إليه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فنؤمن، نعم، في ذلك لا ش... نعم، أي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا، للتوحيد ركنان لا بد منه، إثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه، ولهذا نقول التوحيد لا بد فيه من ركنين، نفي وإثبات، وذلك لأن النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة. كلام عربي، ها؟ النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائمة في البيت، لا قائمة في البيت، هذا نفي محض، إذن هو عدم ولا وجود؟ عدم، ما في قائم بالبيت. وإذا قلت فلان قائم في البيت، هنا أثبتنا قياما في البيت، لكنه لا يمنع المشاركة، قد يكون فيه آخر قائم غير فلان. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان، هنا صار التوحيد، وحتى فلانا بالقيام، فنفيت القيام عن غيره وأثبته، وأثبته له. فانتبهوا أنه لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات. طيب، فإذا نوحد الله عز وجل في ألوهيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا جاء كلام العلماء في مسألة الصفات أننا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبرهما، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. السماوات والأرض وما بينهما، ذكر الله ما بينهما على أنه عديل للسماوات والأرض، وكان الإنسان بالأول يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات والأرض في العظمة والقوة، لكن بعد أن ترقى الناس بعلم الكون
تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. ينفجرون في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض وما بينهما. كيف نص على ما بينهما مع أنه فضاء ولا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا؟ نقول بين السماء والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا إيش للسماوات والأرض. ولهذا أن تجد الناس تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم الناس عنها من قبل. وقول فاعبده واصطبر لعبادته. اعبده أي تذلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. واصطبر لعبادته أي اصبر، لكن اصطبر أبلغ من اصبر، لأن اصطبر أصلها اصطبر بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، والاصطبار تدل على معاناة الصبر، تدل على المعاناة، فهي أبلغ من كلمة اصبر. وقوله هل تعلم له سميا هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مضاهيا ونظيرا، وذلك لكمال صفاته. ذكرنا فيما سبق أن هذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية واضح، رب السماوات والأرض وما بينهما. الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، فهو باعتبار باعتبار الإنسان توحيد عبودية، وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. أما هل تعلم له سميا فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. وقال ونؤمن بأنه الله إلى آخره. نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليل، هو نفس الدليل. فهنا آية الكرسي تضمنت أسماء وصفات. لم نقل نؤمن بأنه الله الحي القيوم وما أشبه ذلك، ولكننا سقنا الآية، فصار الآن الحكم داخل الدليل. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو الحي القيوم خبر المبتدأ، وما بعده أخبار متعددة. لا إله إلا هو جملة خبر مبتدأ، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم خبر الرابع إلى آخر السورة، إلا قوله وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، معنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. الحي القيوم أل هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فالله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وسيأتي إن شاء الله هذه الآية في محلها. طيب، كلمة الحي قلنا إنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهي أيضا كاملة، أي متضمنة لمعنى الحياة الكامل من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة حيث أنها سبقت بعدم وملحوقة بفناء، ثم في نفس الحياة الوجودية ناقصة، الإنسان يعتريه المرض في بصره في سمعه في عقله في بدنه ناقصة، لكن حياة الله
لا يعتريها نقص، فهي حياه كامله من كل وجه. وقول القيوم وزنها من حيث التصريف فعيون ولا فيعول؟ فيعول، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا يدل على أنه قائم إيش؟ قائم على غيره. وقال تعالى: وهو الغني الحميد. الغني معناه أنه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل. فهو القائم القيوم إذن، القائم بنفسه، مش بعد القائم على غيره، فهو قائم بنفسه مستغن عن كل أحد وغيره مفتقر إليه. لقول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب بما كسبت. طيب، هو قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وإن نعاس، والنوم واضح معروف، وإنما انتفى عنه السنة والنوم لكمال حياته، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة. والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل، كلما تعب الإنسان يحتاج للنوم. فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. وهل يمكن أن نقول وكمال قيوميته أيضا؟ نعم، ويمكن أن نقول وكمال قيوميته، لأنه إذا كان قائما على كل شيء لازم من ذلك أن لا ينام. لو نام فمن الذي يقوم على الخلق؟ إذن هذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته. فإن قال ندع الفوائد بعد، له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر. وفي السماوات والأرض يعني ما كان فيهما، وتقديم الخبر يدل على الحصر، أي أن ما في السماوات والأرض بالله لا يشاركه فيه أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع؟ من هذه اسم استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، وذا زائدة، والذي خبر مبتدا، يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، لو قال قائل: أليست ذا إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك: ومثل ذا ما بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام؟ قلنا بلى، لكن إذا جاء اسم الموصول بعدها تعين أن تكون ملغاة. وهنا أتى بعد اسم الموصول ولا لا؟ يعني لو كان تركيب الآية: من ذا يشفع، من ذا يشفع، لقلنا ذا هنا إيش؟ اسم موصول. لكن لما قال من ذا الذي، تعين أن نجعل ذا ملغاة. فإن قيل: ألا يصح أن تكون ذا اسما موصولا والذي أيضا اسم موصول، ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي؟ وابن مالك: وما من التوكيد اللفظي يلي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي. قلنا: يمكن، لكن يضعفه اختلاف اللفظ، لأن الأول إيش؟ ذا، والثاني الذي، فهو يضعف كونه توكيدا لفظيا. على كل حال، هذا يعني بحث لغوي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟
يشفع. الشفاعة جعل الشيء، جعل الوتر شفعا، يعني الواحد يجعل اثنين وثلاثة أربعة، وهي في اللغة التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. عرفتم؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان مالا فهذا توسط إيش؟ بجلب منفعة. ولو توسط لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا لدفع مضر. طيب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة، نعم، وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه، هذا في دفع مضر. طيب، من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن، والإذن هنا إذن كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الجملة هذه خبر لقوله الله مكرر. يعلم ما بين أيديهم، أيدي من؟ الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله يعلم ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر، وما خلفهم إيش؟ الماضي. وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينسى، ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله، وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما بين أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس، هل علم الناس كعلم الله الشامل؟ لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فالغيب مجهول لكل أحد. وقوله من علمه ما معناه؟ هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه إلا بما شاء؟ بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا، فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. أو أن علم هنا بمعنى معلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء. نعم، ذكرنا بارك الله فيكم فيما سبق ونذكره الآن، أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بما شاء. كذلك أيضا لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى أحاط، والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير، ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيش؟ حلقة الدرع، وهي حلقة صغيرة ضيقة. حلقها يا عبد الله عوض، حلقها في فلاة من الأرض كم تسع من الأرض؟ أي نعم، تضيع فيها ليس بشيء.
قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فالكرسي إذن موضع قدم الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد فسر الكرسي بأنه العرش. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.